دكتور عبد الرحمن اهلا وسهلا. حياكم الله خير. الله يحييك دكتور عبد الرحمن رئيس مجلس اداره جمعيه ترتقي، سعيدين والله اولا بهذه الشراكه مع شبكه المجد الفضائيه من خلال برنامج جائزه لقمان الحكيم. كلمنا عن هالشراكه وكيف تلقيتموها، واول شراكه الظاهر بين الجمعيه وبين شبكه المجد. نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على نبوة رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحييك أخوي الكريم أخوي عبد الله، وأحيي ضيوفك الكرام في الاستديو، وأحيي مشاهدي قناتكم المباركة قناة المجد. وهي كما تفضلت هي أول شراكة بين جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخارج وقناة المجد. والحقيقة هي أيضا هذه الشراكة بنيت على شراكة مباركة بين جمعية تحفيظ القرآن بالخارج و مركز معالم التدبر، الذي الحقيقة هو بادر بهذه الفكرة وهذه المبادرة الجميلة. وأنا هنا أقدم شكري لهم لمركز معالم التدبر وعلى رأسهم فضيلة الشيخ رئيس مجلس إدارة المركز فضيلة الشيخ سليمان بن سعد الخضير، الذي كان وراء هذه الفكرة وراء خروجها وراء الإبداع فيها، وسأل الله تعالى أن يكسب أجرهم جميعا، وهو والفريق المبارك الجماعي. والحقيقة هي شراكة مع قناة المجد وشراكة مجتمعية عموما، فيما تفضل الزملاء الكرام معك في الاستديو وأشاروا إلى هذا المعنى المهم. والحقيقة يعني نبعث الفكرة من كون يعني مستندها الأساسي هو القرآن الكريم، والقرآن هو دستور هذه الأمة، وهو المفزع والملجأ لهذه الأمة عموما في يعني كل صغيرة وكبيرة، ويعني كل ما ألم بها، وهو مخرج لها من كل ما تلم به. والحقيقة المعاني العظيمة اللي وردت في سورة لقمان والوصايا التي أوصى بها لقمان الحكيم يعني رحمه الله عليه السلام، وهو طبعا رجل صالح وليس نبي، لكنه يعني أوتي أو أتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة، فالقرآن الكريم سجل أو دون هذه الحكمة العظيمة التي أوصى بها لقمان ابنه في وصايا يعني متعددة جمعتها هذه المبادرة، هذه المسابقة في الفروع الخمسة التي تفضل ذكرتها، وهي كلها تصب في مصلحة الأسرة في نفع المجتمع. ونحن نؤمن جميعا أن الأسرة هي نواة هذا المجتمع، وهي أساس يعني قوته وريادته. نعم. وهذا ما يطمح له الجميع، جميعنا يعني أفراد ومؤسسات، وحتى على مستوى الدول ومستوى بلادنا المباركة التي تطمح لأن يكون أفرادها وأفراد مجتمعها يعني أفراد مؤثرين ومجتمعا نافعا مؤثرا يعني له السبق والريادة في كل ميادين الحياة. نعم. طيب إذا سمحت يا دكتور، على مستوى جمعيتكم أنتم، يعني وش الهدف اللي يعني ناويين تحققوه او ترجون تحقيقه من خلال هالبرنامج؟ يعني ذكرنا على مستوى نعم صحيح والله، هو ربط الجيل والشباب. احنا في جمعيه تحفيظ القرآن في الخارج يدرس عندنا قرابه 4000 طالب وطالبه، في يعني اكثر من قرابه 100 حلقه و16 مركز نسائي ومدرستين متخصصه للنساء، ويعني رواد هذه الجمعيه كغيرها من الجمعيات المباركه في بلادنا الحبيبة كثير جدا. ثم هذه شريحة مهمة، يعني ينبغي أن ترتبط بالقرآن، تحفظ القرآن، تفهم معانيه، تكون يعني يكون الفرد فيها كما يعني نرجو أن لجميع أفراد المجتمع يكون يعني فردا نافعا مؤثرا صالحا، يعني له قيمة له وزن له تأثير في هذا المجتمع. هذا أكبر طموح، أن يرتبط الشباب والجيل والفتيات يرتبطون بالقرآن الكريم دستور هذه الأمة، ويكون منطلقهم ويعني مبنى إيجابياتهم وأفكارهم من كتاب الله سبحانه وتعالى. جميل. طيب ذكرت لي عن الحلقات التحفيظ والدور النسائية، بدي أعرف كذلك هل هناك أنشطة أخرى بارزة للجمعية غير هذه؟ والله جمعية تحفيظ القرآن بالخارج كغيرها من الجمعيات المباركة في بلادنا الكريمة تقدم برامج متنوعة، يعني مثلا من البرامج المتميزة في جمعية تحفيظ القرآن بالخارج أنها تشرف على مركز العناية بالمصحف الشريف، المركز هذا هو الوحيد على مستوى المملكة. نعم. وتتعامل معه يعني الوزارات المعنية في البلد ورئاسة الحرمين وغيرها، يعنى بالعناية بالمصحف الشريف وتجديده وتقويمه، يعني إصلاح ما سقط منه ثم نشره في المملكة وخارجها عن طريق حتى الوزارات الرسمية في داخل البلد وخارجها. أيضا من ضمن البرامج عندنا برنامج متميز فيه الجمعية، برنامج الماهر لإتقان القرآن، عندنا دورة اسمها دورة أحسن القول وعمرها الآن قارب 20 سنة ما شاء الله.
تقام. نعم عندنا الآن يعني الجمعية كان لها سبق ومبادرة في الشراكة المجتمعية، ونظمت قبل شهر أو أكثر لقاء، هو اللقاء الأول على مستوى محافظات جنوب الرياض لجمع الجمعيات القطاع الثالث أو الجمعيات الخيرية وإقامة غير ربحية، وإقامة لقاء تنسيقي لها، ولله الحمد والمنة يعني يقيم اللقاء ودعيت له مجموعة من المؤسسات المانحة في الرياض، وحضر اللقاء 44 جهة خيرية دعيت له، واعتمدت ولله الحمد في ذلك اللقاء 44 مشروع دعمت دعمها وصل دعمها وبعد سيصل. ايضا الجمعيه الان على اعتاب مشروع مهم جدا، وسيكون ان شاء الله مشروع ريادي للجمعيه، واثره سيكون في المحافظه وعلى مستوى المملكه، هو يعني اطلق عليه مجلس اداره الجمعيه المشروع التطويري للجمعيه، مشروع التطوير المؤسسي لجمعيه التحفير، وهو يتناول جوانب مهمه تسعى الجمعيه من خلاله الى تطوير العمل داخل الجمعيه، ثم نمذجه هذا التطوير ونقله الى الجهات الخيريه داخل المحافظه الخارجيه والمحافظات الاخرى. جميل جميل. شكرا لك الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الجروي رئيس مجلس إدارة جمعية ترتقي جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرج. سعيدين بهذه الشراكة، متفائلين ببرنامج بإذن الله تعالى سيعكس صورة الجمعية واستفادتها أيضا من هذه الأفكار ومن هذه المبادرات، وبإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقات ستكونون معنا بإذن الله تعالى في التعرف أكثر على أنشطة ومبادرات هذه الجمعية. شكرا لك دكتور عبد الرحمن مرة أخرى. شكرا لك. احنا مستمرين مشاهدي الكرام في برنامج